السلام عليكم ورحمة الله. عواش مبروك، كنتمنى تكونوا بصحة جيدة والله يدخل علينا هاد رمضان هذا وبالصحة والسلامة وطول العمر، والله يبعد علينا ولاد الحرام علينا وعليكم. كيف ما عرفتوني دابا الناس ولاو عرفوني شنو كنقول، يعني الناس ملي كنشوف في التعليق كيقول لك خويا والله يا اخي، والله يا اخي هاد الشي اللي كتقول حنايا كنهضروا حيت كنحبوا الله عز وجل وجميع الناس، ما كاينش شي حد اللي ما كيحبش الله عز وجل. ولكن غير واحد الحاجه الله يخليكم، واحد الحاجه الله يخليكم، الا ما كنتيش انت كاين بعض الاشخاص، كاينين بعض الاشخاص اللي كتكلم في هذا الموضوع هذا وكيتصنت ليك، كيقول لك انا يا تاداش كيخربق عليا، انا انت راك تتكلم في واحد الكلام ديال الله عز وجل، واحد الكلام اللي غيفيدو. انا كيف ما كنقول انا غادي في طريق الله، كنسمع شي حوايج كيتقالوا فيا ولا كيتقالوا فيا وانا كندير واحد الحاجه كيقول كذا ما كيديرش ما كيديرش ما كيديرش ما كيديرش في بزاف المواضيع حنا كنهضروا حنايا، انا غير كنلخص. ولكن ما نتصنتش، حيت الا تصنت ومشيت في داك الموضوع اللي كيهضر فيه داك الشخص ولا كيتقال فيه غادي نمشي في طريق غلطه، غنخلي طريق الله وغنمشي في طريق خايبه. هاد الميساج هو اللي بغينا نوصلوا للناس، الناس الله يخليكم اللي دايره في اي حاجه، شوف ما تقولش حقا هاد السيده ملي كتكون غادي خارج هذا شو علاش راكب ولا علاش راكب ولا شنو عنده شنو عنده شنو عنده. شوف الا كنتي انت كتخاف بينك وبين الله عز وجل وكتصوم لله وما كديرش شي حوايج اللي خايبين وما كتنافقش وما كتكذبش، خليك في الله، خليك في الطريق الصحيحه. سمعتي يا اخي، خليك غير في الطريق الصحيحه والله غيحقق لك جميع الامنيات وغيعطيك شي بنت الناس اللي والديها الله عمرها دار كيخافون بينهم بين الله، وانت هي غتساعدك وغتخدم شي شركه ولا بزاف اي حاجه. نوصيك يا اخي، راه ما يمكنش انت كدير الشر وبغيتي بغيتي بغيتي الرزق يطيح عليك وبغيتي تجي عندك بنت الناس، راه اللي كيدير الشر غيلقى الشر واللي كينافق غيبقى غير ينافق. راه ما عمرك غتقول انايا، راه غتبقى حياتك كامله عندك 40 عام، شوف شحال عندك انت دابا عندك 60 عام وكدير شي حوايج اللي خايبين وكتقول حقا انا مازال بنتي ولا مازال ولدي ولا مازال ما خدمتش هنايا ولا ما عنديش علاش هذا عنده وانا ما عنديش، ولكن انت راه كدير شي حوايج اللي خايبين كيعصاو الله عز وجل. شنو هما كاين اللي حوايج بساط، حنا ما غاديش نهضروا شي حوايج خايبين، راه ابسط حاجه كتعصيك بينك وبين الله عز وجل الا كنتي عا كتكذب، الا كنتي عا كتخلط في الناس، كنتي عا كتنافق، راه هادو هما الحوايج اللي ابسط حاجه كيف ما كنقولوا بحال شكل الامتحان. شي امتحان الواحد ملي كيدوزو وكي العام كامل هو كيقرا وكيدوز امتحان، الا خلطتي غير واحد شويه نقلتي غير واحد شويه مشيتي بنيتك خايبه ومشيتي نقلتي ولا شي حاجه راه كيمشي لك العام كامل. كذلك يا اخي الزواج ولا في خدمه، علاش حنايا قلنا ملي كتكون غير شي حاجه بسيطه راه بحال الامتحان، الامتحان اللي كدوز العام كامل وانت كتقرا راه بحال هكا كدوز مع الله عز وجل. خليك في الطريق الصحيحه، الا غير كذبتي ما تكونش حقا انايا قاري 60 حزب ولا كنصلي ولا كنصوم واخا كنكذب ولا هذوك الناس حاطين عليهم باطل ولا خلوت بين هذا ولا شفرت هذا ولا ديت لهذا ولا ديت لهذا صافي راني غادي نصوم الله غيغفر ليا وبحال ما وقع والو. لا يا اخي، لا يا اخي، غلط كبير ترتكبه والله، انا احبك في الله، هذه نصيحه مني يا اخي والله، ماشي باش نبان ولا باش ندير البوز ولا شي حاجه، انا صايم وكنتكلم معاك يا اخي. هذا الميساج ما غاديش نقول لك انا ضريت ولكن احنا بغينا نوصلوا غير واحد الميساج لجميع الناس، باش حتى كان شي ناس ما كتوحاش وما عارفاش شنو كدير، تشوف هاد الدنيا ما غاداش تبقى فيها 200 عام ولا 300 عام باش غادي تقول نبقى ندير فهاد الاشياء خايبه ونبدا نكذب ونبدا نخلوط. واخا انت عندك الفلوس نسك عليك الله، ولكن ناسي حاجه وحده، ناسي طريق الله. النهار اللي غتمشي من هاد الدنيا غتحاسب عليها وغتحاسب على كل حاجه درتي واخا عندك الفلوس، علاش؟ حيت خلوطتي بينك وبين الناس وكذبتي على داك السيد وخلوتي وما خليتي ما قلتي ومرتك حتى هي دارت ودارت ودارت ودارت، هذا غلط يا اخي، سوف تحاسب عنه
عند الله عز وجل. داكشي علاش كنتكلم معاكم في هذا رمضان هذا. سيروا طلبوا من الله يغفر لكم، طلبوا من الله يقولوا يا ربي هذا الشيء اللي كنا كنديروه في هاد الناس، ولا شفرنا لهذا، ولا دينا لهذا، ولا دينا لهذا، ولا دينا هذا، يا ربي تسمح لينا ويا ربي تغفر لينا. علاش انا كنتكلم معاكم؟ بغيتكم غير ترجعوا لله عز وجل يا اخي. والله هذا الشيء اللي غديروا، اي حاجه درتيها قول الحمد لله، اي حاجه بغيتي تاكلها قول بسم الله. ما نشوفش بعد مني، نشوف غير حدايا، ما نشوف شي حاجه اللي بعيده، نشوف داكشي اللي قريب ليا، داكشي اللي مكتب ليا الله واللي مقسم ليا الله. وملي كتقول الحمد لله على كل حال وراضي بهاد الناس، اللهم لك الحمد، داكشي حنا عايشين بلا قسم الله، بنتي عايشه الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما نشوفش حقه وحده عندها فيلا، تزوجت واحد عنده فيلا، ولا عنده هادي، ولا عنده هادي. لا، الا كنتي انت كتخاف بينك وبين الله عز وجل وكتمشي في الطريق الصحيح وما كتخلوتش. هاد الكلام كنعاود نقوله بزاف المرات، هادو هما المواضيع اللي بسيطه، اشياء اللي بسيطه انت كتقول بحال شي واحد عيرتي، كتقول لا صافي الله راه غيحقق ليا شي حوايج. لا، ما غيحققش لك شي حوايج. علاش؟ حتى ارتكبتي واحد الغلط. واخا تقول لا ديك ها معياره، لا ديك ها كذبه بيضه غير كذبت عليه، ولكن الله ملي تمشي للجامع طلب حاجه وحده، قول يا ربي تعود ليا هادشي كامل اللي تقال فيا واللي ضاع ليا، والله غيحقق لك جميع الامنيات بلا ما تتكلم. وطلب من هذاك الشخص اللي دار لك هذا الفعيل هادي، ولا هاد الاشياء اللي خسرت، ماشي خسرت السمعه ديالك، قول يا ربي تاخذ فيهم الحق، ويا ربي تجيب لي حقي حتى لعندي، والله غيجازيك، والله غيعوض لك بزاف الحوايج. وكيف ما كنقولوا حنايا كنتكلموا شي حوايج، يعني كنبغي نتشارك معاكم، انا كنبغي نتشارك معاكم شي حوايج اللي الناس، كاين بعض الاشياء اللي كنتكلم فيها بعض الناس ما عارفيناش. ملي كتهضر عاد الناس كتجلس وكتوعى وكتقول انا شنو كنت كندير، كتلقى فات الفوت. خليك غير بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما تدويش معايا وما تدويش مع داك وما تدويش مع داك، خليك دوي مع الله سبحانه وتعالى. قول انا يا دوي مع الله، قول انا شنو كنت كندير، راني خلوت في هذا ودرت في هذا ودرت في هذا، علاش ما تكلمش معايا وما تكلمش مع هذاك وما تكلمش مع هذاك وما تكلمش مع هذيك العائله. خليك بينك وبين اللي خلقك، شوف واش غيسمح ليك وشوف العواقب، والله غفور رحيم كيف ما كنقولوا. وعواشا مبروكة ورمضان مبارك سعيد.